يبدو أن حطام سفينة تايتانيك ما زال يجذب أصحاب المليارات، فبعد نحو عام على كارثة تحطم الغواصة تيتان ومقتل ركابها في طريقهم نحو الحطام الراكد في قاع المحيط، ملياردير العقارات الفاخرة ومستكشف أعماق البحار لاري كونور يخطط لإعادة التجربة عبر غواصة يطلق عليها اسم ترايتون 4000 مستكشف الأعماق، إذ يشير الرقم إلى العمق بالأمتار الذي يمكن وصول الغواصة إليه بأمان. كونور الذي سيغوص رفقة باتريك لاهي المؤسس المشارك لشركة غواصات ترايتون يريد أخذ غواصة إلى عمق 3800 متر لرؤية حطام السفينة في شمال المحيط الأطلسي، لكنه لم يحدد موعد الرحلة قائلاً إنها لن تتم إلا بعد اعتماد الغواصة بالكامل من قبل منظمة بحرية. كونور الذي يهدف لإثبات أن المحيط يمكن أن يكون رائعاً أعاد للأذهان غواصة تيتان التي هزت بتحطمها صناعة الغواصات، مودية بحياة الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت وأربعة ركاب آخرين.